اللهم لك الحمد ان احنا اول شيء مسلمين وثاني شيء ان سعوديين يعني الحمد لله. المشاعر طبعا لا توصف. دولتنا كانت معنا لحظة بلحظة وساعة بساعة صراحة عن طريق ممثليها في الخارج السفارات والقنصليات يعني صراحة ما قصروا معنا يعني كل ما احتاجناهم موجودين الله يطول عمرهم وفرونا السكن وفرونا الاستشارات الطبية وفرونا المعقمات وفرونا كل ما نحتاجه يعني وفرونا أخيرا الطيارات الحمد لله. حسينا أن صراحة أن يعني بلدنا ما رح تتركنا وأن وضعنا مستتبة بإذن الله. صبرنا وما طول الانتظار يا رب لك الحمد ردولنا ورجعنا هذان يا رب الحمد لله سالمين غانمين برحلة مريحة الإجراءات فيها جدا ممتازة صراحة. جهود فعلا مشكورين ونحسنا أن خلفنا أم تنشد عنا ووطن ينشد عنا ويهتم فينا. الوباء هذا بيّن من هو بلد الإنسانية. الله يعز حكومة ويعز خادم الحرمين الشريفين ويخلي لنا والعهد الأمين ويحفظ ديرتنا من كل شر. ما قصرت معنا داخلية خارجية مواطن غير مواطن مقيم مخالف هذه الإنسانية. والله فرحانة من قلبي وأحب أشكر السفارة والصحة وطبعا الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان إنهم وفروا لنا هذا والحكومة طبعا كل شيء إنهم وفروا لنا نرجع سعودية. ورحنا طلعنا من بريطانيا كنا خايفين مرة يعني حتى يوم درينا إن راح نرجع بغيت أصيح عيوني دمعت. وبعد يعني استقبلونا الصحة بلطف وكل شيء يعني الحين راح نروح للحجر الصحي. والله نزلت الدمع إذا تبي الصراحة أول ما هبط الطيارة. أي والله أي مرة مبسوطة إني رجعت السعودية والله يحفظ الملك سلمان ولي عهده ودام عزك يا وطن.